مبروك للاهلي. الله يبارك فيك، مبروك للنادي الاهلي ومبروك للاتحاد برضه، عارف ان انت بعد الظهر بتشغل الاتحاد. طبعا، لا طبعا مبروك للاهلي ومبروك للاتحاد. هو بيبقى يوم صعب جدا لما بيبقى فيه انديه جماهيريه كتير بتلعب، يعني احنا النهارده بنتفرج احنا الثلاثه كمان، يعني كابتن عمر طبعا اسطوره نادي الاتحاد، بس انا وشادي لعبنا في الاتحاد، بنتفرج على ماتش الاهلي وفاتحين الموبايلات على ماتش الاتحاد، واسوان جماهير اسوان عايزه تتفرج على الاهلي، وجماهير الاهلي عايزه تتفرج على الاتحاد، يعني اليوم بيبقى بس صعب، بس يوم حلو باهدافه. بيبقى يوم حلو، لكن الانديه الجماهيريه لما بتلعب في يوم واحد بتبقى المساله صعبه علينا حتى هنا في القناه. لكن مبروك للاهلي، مبروك للاتحاد، مبروك لبيراميدز، مبروك للثلاث انديه اللي كسبوا. النادي الاهلي النهارده احسن حاجه ان هو كسب مكاسب كتير جدا جدا من المباراه، كسب الثلاث نقاط وكسب ثلاث اهداف وكسب 6 7 8 لعيبه ما بيلعبوش شاركوا، وكسب لعيبه كتير جدا ريحت، ودي نقطه مهمه جدا. النهارده مروان ما ابتداش فريح، النهارده احمد عبد القادر مريح، مجدي قفشه مريح، طاهر، حتى طاهر محمد طاهر حتى هو طبعا زعل شويه وهو خارج، لكن بالعكس ده الراجل بيحافظ عليه. يعني خد بالك المدرب بيبقى عنده مشكله لما يغير 6 7 لعيبه في الملعب، بتوصل للدقيقه 60 او 70 السبعه 8 عايزين يتغيروا. يعني احنا واحنا قاعدين كلنا اتفقنا، الكابتن عمر قال متولي مش قادر يشيل رجله، وفعلا احنا كلنا قلنا يعني ربنا يستر ما يتصابش متولي كمان، وياسر اتصاب. الناس اللي راجعه من فترات كبيره دي غصب عنها، استاذ القاهره كبير، انت بتجري لمده 70 دقيقه، ديانج القاطره البشريه مش قادر يشيل رجله في الاخر. فبالتالي الله يكون في عون المدرب. انا بقول لطاهر ما تزعلش، لان انت لو يعني لو انت اللي موجود كمدرب، لا انت اللي لان انت بقالك فتره كبيره مصاب وجاي من اصابه. هو ما رضيش يطلع حسين الشحات، ومحمد شريف ماشي كويس، فبالتالي اللي نزل هو اللي طلع، دي حاجه بتضايق اللعيب شويه، لكن ما فيهاش حاجه في الكوره. في الاخر الراجل كسب كل حاجه، وثلاث اهداف حلوين قوي، وفرص ضايعه كتير جدا، تالق كبير قوي للشناوي، لمحمد هاني، ولعلي معلول، والمتولي، وحتى ياسر، وحمدي فتحي لما رجع يلعب سيرد باك عملها بشكل كويس جدا. الراجل كمان لما متولي اوجد ما بقاش عارف هل هينزل ايمن اشرف ولا ما فيش سيرد باكات تاني. بس انا موقف يا كابتن انك تنزل لاعب وتطلعه لو مش مفيش طرد او حاجه اضطراريه ما بفضلوش قوي. ما فيهاش، عندك حلول كتير صح في الملعب. صح. يعني ليها ظروف يا كابتن سيف، ليها ظروف. انت برضو لازم، انت كسبان ماتش يعني ما عندكش تارجت، انت ساعات بتبقى غصب عنك نتيجه طرد عايز تقفل الملعب. بالعكس هو خايف عليه نفسيا، هو خايف عليه. يعني هو اكتر واحد جاي من فتره اصابه هو طاهر. فانا غيرتك في الدقيقه 13. انت قصدك حضرتك ان ممكن يكون هو عمل كده، يعني ان هم يديله عدد دقايق معينه. هو اداله 70 دقيقه، خد بالك احنا في التغيير الاولانيه من الدقيقه 12 والدقيقه 83 بالظبط. يعني حوالي 70 دقيقه، يعني احنا حتى في وهو نازل طاهر احنا اختلفنا. يعني كابتن عمر قال يعني طاهر بعيد بقاله فتره، وانا قلت شادي قال لا يعني بالعكس انا كنت متوقع انه ممكن يبقى حد تاني. يعني ممكن يبقى قفشه، ممكن يبقى كهربا، ممكن يبقى حد يلعب جناح، لكن هو نازل بدري قوي. انا قصدي يا كابتن لكنه بادي اللي فاضل 7 دقايق في الماتش، 7 دقايق مش هم اللي هيرهقوه. لا ممكن ممكن يتعور، ما خد بالك بتولي وقع في اخر 7 دقايق دي. 7 دقايق وحاطط عليهم 6 وقت بدل ضايع، انت بتتكلم في ربع ساعه. ممكن هو ما يعني هو طبعا اي لعيب بيبقى زعلان، ما ناخدش تعبيرات وشه، ما نقدرش نقول هو زعلان ولا مش زعلان. لا هو طاهر يعني دايما